محمد يحيى. حضرتك كنت ناشط في انا كنت ناشط في موضوع مظاهرات الاخت كاميليا وكده، وكانت كلها وقفات سلميه يعني لم تتعدى السلميه. تحكي لنا كده عن المظاهرات واللي حصل معاك في المظاهرات. والله احنا كنا طلعنا كذا مظاهره، وجينا بقى في المظاهره اللي هي كانت يوم 31 ديسمبر بعد صلاه الجمعه، كان في وقفه سلميه في مسجد القائد ابراهيم في اسكندريه. الوقفه كانت كويسه لحد ما، شعارات سلميه تماما، بتطالب بس ان الاخت تخرج سواء هي مسلمه او نصرانيه، لحتى النصرانيه تعلن عن نفسها تقول نصرانيه والموضوع يهدى. المهم بعد ما خلصت الوقفه قبضوا علي انا وبعض الاخوه من امام مسجد القائد ابراهيم، رحلونا على سجن الترحيلات في منطقه اسمها اللبان. قعدنا في سجن اللبان دوت في زنزانه تحت الارض، انا و15، احنا كنا الاول 35 واحد يعني، مشوا كده بعض الاخوه وكده وصفت على 15 واحد وانا كنت من ضمنهم يعني. حبسونا في الزنزانه ديت بالليل على الساعه 9 كده، طلبونا خدونا رحلونا كلبشونا وخدونا ودونا على امن الدوله في الفراعنه، في منطقه اسمها الفراعنه في اسكندريه. قبل ما توصلوا امن الدوله، هل كان في اعتداءات شتيمه؟ كان في طبعا شتايم كتيره، وكان في اهانات بالام وبالاب، وجذب من الهدوم، ما كانش وصلت للضرب لكن جذب من الهدوم وشد وعنف في الكلام واهانات وشتايم بالام وبالاب. خدونا طبعا بالليل ودونا امن الدوله في الفراعنه، حققوا معانا طبعا واحنا متغمين، وسالونا كان تحقيق الى حد ما ايه ما فيهوش اهانات قوي يعني. رجعونا تاني على سجن اللبان. طب ايه كانت التهمه الموجهه ليكم يعني؟ ما فيش تهمه، هي كانت واقفه سلميه وما فيش اي تهمه. يعني هم الضباط وهم بيحاوروا معاكم، كان ايه التهمه يعني؟ بيقولوا لكم انتوا هنا ليه؟ انتوا هنا في امن الدوله ليه؟ من غير سبب، ما قالولناش اي حاجه، كل امشي يا ابن كذا، امشي يا ابن كذا، كلها شتايم من غير اي حاجه. وما كانش فيه اتهام محدد يعني. احنا نفسنا ما كناش عارفين احنا كنا متاخدين ليه. بس هي كانت واقفه سلميه، ويعني وحتى الفيديوهات بتاعتها موجوده على اليوتيوب، اللي مش متاكد يشوفها. خدونا طبعا بعد ما حققوا معانا 15 واحد، طلبوا اسماء الايميلات، اسماء الايميلات بتاعتنا بالباسورد، بالاكونتات بتاعتنا على الفيسبوك، على منتدى شباب الدعوه بالباسورد طبعا، كل حاجه. ومشونا يومها، رجعونا تاني ايه سجن اللبان. قعدونا هناك 3 ايام. وفي اليوم الثالث بالليل الساعة 2 بالليل. طب وفي الثلاث ايام دول كانت عاملة ازاي؟ الثلاث ايام ما شفناش فيهم ضوء الشمس، في زنزانة تحت الارض. الاكل بيخش لك وجبة واحدة في اليوم، عيش، رغيف عيش، وباكو حلاوة كده صغير. كان في بعض الحاجات اللي بيبوها الاهالي صحاب يعني، هم صحابهم معانا يعني. لكن الاكل الرسمي اللي كان بيخش لنا رغيف عيش وبتاع علبه حلاوه كده. بس ما شفناش اي حاجه، ولا حد جه جنبنا وقاعد مقفول علينا. في اليوم الثالث بقى بالليل الساعه 2 بالليل اتفتح الباب علينا كده بشكل فيه عنف شويه، ودخلوا علينا كده مجموعه كبيره كده بغضب كده شويه وبنرفزه وبعصبيه. خدوا مننا التسعه اللي بره اسكندريه، وسابوا 6 من اهل اسكندريه. خدونا غمونا وكلبشونا وطلعونا في مديريه الامن في اللبان، في الدور الرابع، مبنى امن الدوله. الدور ده خاص كله بامن الدوله. دخلنا بقى هناك، وقفونا كده صف طويل كلنا واقفين وشنا في الحيط، وكل واحد بقى مستني ايه، مستني دوره. وانا كنت سامع زمايلي هم عاملين بيه الضرب، وكنت انا القبل الاخير ضرب وكنت سامع صريخ، وكنت سامع صوت الكهرباء، صوت الدونك. وكنت سامع صريخ الاخوه. تمام. والمهم طبعا احنا ما كناش شايفين حاجه، واحنا واقفين متغميين ومش شايفين حاجه، كل واحد مستني دوره. تمام. جه الدور عليا انا، دخلت بيجي واحد كده، طبعا انت واقفين على الحيط، بيجي واحد يمشيك من مخبرين، يمشيك لحد ما دخلك المكتب بتاع الضابط. وهو مدخلني مسك راسي وخبطها في الحلق قبل ما اخش في حلق الباب. وانا اول ما دخلت الباب كده، انا طبعا مش شايف حاجه، بس حاسس ان انا ايه
يعني كنت ماشي مستقيم وبعد كده هوتف فدخلت مدخل، فقام جه خبطني في الايه في حلق الباب، خبط راسي في حلق الباب جامد وقال لي خش. فطبعا سمع بقى صوت الضباط جوه وكده، هو اسمك ايه يا ابن ويا ابن ويا ابن، شتايم جامده وقذف وكده. قلت له طبعا اسمي، وقلت له ايه ميلك ايه. اول ما دخلت اصلا خالص قال لي المخبر اديله التحيه يلا. قام جه المخبر ضربني بكف ايده على ظهري، حسيت بيها في بطني بصدق. بعد كده بقى ايه، طول ما انت واقف البوكسات والشلاليت والاقلام في كل حته في جسمك ومن ثلاثه حواليك، يعني ثلاثه، واحد هنا واحد وراك واحد يمين شمال وراك وبايديه وبرجليه في كل حته. والظابط بقى ما بيبطلش شتايم، اللي بيكتب كل حاجه. تمام. بعد كده طبعا خد برضو ايميلاتي تاني وخد الاكونتات بتاعتي والباسوردات كلها، وانت جيت تعمل هنا يا ابن ويا ابن ويا ابن. قلت له يعني انا كنت جاي واقفه سلميه ومع كلام هادي جدا وكلام باحترام، وكنا بنناشد بس رجال امن هم يفرجوا عن اخت الاسير. يا ابن ويا ابن، دي احنا الصهاينه، احنا احتلنا اسكندريه، احنا الصهاينه هنا احتلنا اسكندريه، لما تحب تيجي تخش اسكندريه هنا تاني ما تجيش غير لما تاخد تاشيره من تل ابيب، لو شفت وشك هنا في اسكندريه هعلقك وهسويك وهعمل وهسوي كلام بقى كله ايه من هذا القبيل. بس وطبعا ضرب كده شويه، وبعد كده ايه بياخدنا ويخرجنا بره. قلت له طب قبل ما امشي، طب انا ليه موبايلين والبطاقه. قال لي اجري يا ابني، وقعد يشتم شتايم جامده جدا. هل في حد معاكوا اتاذى مثلا كهرب؟ اخوه كتير جدا الكهرباء، انا عامه ما تعرضتش للكهرباء. لكن اخوه انا كنت سامع صوت الدونك وهو بيكهربه. واخوه كهربت واخوه سابقين يعني كانوا قالوا ان هم كانوا قعدوا اسبوع وكانوا بيتغرقوا لهم الزناجين طول الاسبوع ده ميه عشان ما عرفوش يناموا. فيش يناموا تماما طول الاسبوع. دول كانوا معاكم؟ دول كانوا قابلين على طول. الصبح طول اليوم كهرباء، واخر اليوم يجي ينزلوا الزناجين يلاقوها كلها ميه مش عارفين يناموا فيها. فضلوا اسبوع كامل من غير نوم. وكلنا تعرضنا لأذى، بس كان أذى متفاوت ما بيني وما بين الإخوة التانيين. يعني في حد مثلا حصله زي ما حصل لأخونا سيد بلال، لأن هو اتاخد في نفس التوقيت. بس أخونا الشيخ سيد بلال يعني أنا ما أعرفش اللي حصل معاه بالظبط، لكن أنا بقول لحضرتك أنا كنت سامع صوت الكهرباء مع ناس كتير. وكان في صوت كهرباء وإخوة كانت بتكهرب، وكان صياح الإخوة كان عالي بشكل يعني مدمر للأعصاب. بس طبعا سابونا الساعه 2:30 بالليل ولا 3 بالليل في الشارع من غير اي حاجه، ويلا بقى ما اشوفش وشك في اسكندريه. بس والحمد لله على كل حال. طب دلوقتي حضرتك شايف ايه لنصره الاخت كاميليا؟ يعني كلمه اخيره توجهها لكل من يسمعك عن الاخت كاميليا. انت ليه عملت، ليه كنت بتطلع في المظاهرات، وليه يعني مستمر في نصرتها يعني حتى الان؟ والله هو رقم واحد يعني فرضا في اسوء الظروف، ان شاء الله باذن الله ربنا يمن علينا والاخت تخرج. لكن حتى لو الاخت ما خرجتش يعني لا قدر الله، احنا نمنع ان اي اخت ثانيه يحصل معاها اللي حصل ده ان شاء الله باذن الله. لعل هذه المواقف يعني ايه تخلي الكنيسه تقف عند حدها شويه وتترك الاخوات. واعتقد يعني ان حقوق الانسان بتكفل اي حد حريه الاعتقاد، يعني دي حاجة أساسية في حقوق الإنسان، دي رقم واحد أصلا في حقوق الإنسان، حرية الاعتقاد دي رقم واحد. فهي الأخت ما أذنبتش لما غيرت عقيدتها، ولو هي ما غيرتش عقيدتها تطلع وتعلن إنها لسه مسيحية على عين وعلى راس وخلاص، وكأن القضية لم تكن. يعني إحنا ما عملناش أي بلبلة ولا بنسأل الكنيسة ولا بنسأل أي رموز من رموز الكنيسة، يعني كان كل هدفنا إن الأخت تطلع بكل هدوء وتقول لنا أنا مسلمة أو مسيحية. شكرا. الله يكرمك، جزاك الله خير.